كابتن عيسى، مبارك لكل الكباتن في الاستوديو، وبارك جميع النادي الاهلي، وبارك ليك، وبارك للجهاز الفني المحترم والطب والاداري. بقول لهم الف مبروك، تحيه خاصه للكابتن ميدو ومحمد مصلحي. بقول لهم انت تعبت كتير وصبرت كتير والحمد رب العالمين، والجهاز معاك المحترم تعب معاك واشتغل معاك جدا، والحمد لله ربنا بيكلم مجهودنا النهارده بفوز ببطوله الدوري بعد غياب 3 سنين بدون اي خساره من اي منافس، الحمد رب العالمين. ان شاء الله ربنا يكرم، عندنا بطوله افريقيه باذن رب العالمين في خطوط 3 اسابيع، ربنا يكرم نعمل عينا فيها ان شاء الله ونرجع تاني اسياد افريقيا، وربنا يكرم بكاس بعدها باذن الله. انت عارف النادي الاهلي وعارف السيستم بتاع النادي، احنا على طول متعودين ناخد مركز اول في كل الالعاب، فطبعا خلاص يعني نقفل بطوله الدوري النهارده ان شاء الله، نحتفل بيها في الطياره ان شاء الله بالليل، وان شاء الله ربنا يكرم بقى نركز في المعسكر لبطوله افريقيه. هو ده البطل، لازم نستحمل الظروف ولازم خلاص نيجي على نفسنا ونكمل المشوار باذن رب العالمين، ونحصل افريقيا والكاس، وبعد كده عندنا وقت ان شاء الله نقعد مع اسرنا ونهتف مع جماهيرنا باذن الله. الحمد لله يعني اللي احنا قدرنا نكسب بدون هزيمه، واحنا اصلا كنا مركزين من اول السيزون ان احنا يعني ولا هزيمه ولازم نرجع الدوري لمكانه فعلا الصح، والحمد لله قدرنا ان احنا ربنا وفقنا وكسبنا بدون هزيمه. يعني كانت اصعب مراحل والله، يعني كان كله صعب، بس من اول دور الثمانيه اللي هو الزمالك والجيش وسموحه، دول كان فعلا فرقه كويسه وقدوا اللي هم يقدروا يعملوا معانا ماتشات حلوه كويسه، ولما كان بيقفل كنا كده كده يعني كان في سكاوتنج وكان في محاضرات كتير، لغايه لما الحمد لله قدرنا ان احنا نحفظ وربنا وفقنا الحمد لله. يعني النهارده يعني على طول يعني ما فيش والله وقت اللي احنا الطرف بتاعتنا الساعه 4، بس يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا وكده، واحنا بنتعب يعني من اول السيزون، والمعسكر يعني تقريبا 11 يوم وهنرجع على طول على بطوله افريقيا، وان شاء الله يعني عندنا في الاهلي وباذن الله تبقى ثلاثيه السنه دي. يعني بنهدي لكم الفوز والله، هم تعبوا معانا واحنا الحمد لله ما كسفناكوش وطلعنا رجال على قد المسؤوليه. طبعا الحمد لله، الف مبروك عوده الدوري تاني بعد غياب 3 سنين. خدنا عهد على نفسنا ان احنا ان شاء الله يعني من بدايه الموسم نكسب البطولات كلها، فالحمد لله الف مبروك للجمهور والف مبروك للجهاز الفني واللعيبه. والله البطوله كلها يعني بطوله صعبه، بطوله قويه طبعا، يعني صعوبتها في اول حاجه اللي انت غايب الدوري عنك، غايب بقاله 3 سنين، فاحنا كنا بناخد كل ماتش بماتش والحمد لله ربنا بيوفقنا وقدرنا نفوز بكل الماتشات كلها من غير هزيمه الحمد لله. الحمد لله يا رب، يعني سبب ما كانتش اختيره برشا. ثاني حاجه الف مبروك لنا بالبطوله هذه اللي غابت علينا 3 سنوات، والحمد لله اللي الدوري رجع ورجعت روح جديده للفريق، وان شاء الله يا ربي نكملوا بها يعني بدايه هذه في الموسم، وان شاء الله يا ربي خير. الحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نرجع بطوله الدوري بعد غياب 3 سنين، طبعا نفرح الجمهور، ودي حاجه لينا برضو ان احنا بقالنا 3 سنين غايبين عن اللقب الدوري، والحمد لله ان شاء يعني ان شاء الله تبقى دي اول الطريق، ولسه في افريقيا والكاس ان شاء الله.